أنا سعد الدين بشير صالح، صاحب محلات فوال أبو صالح، خرطوم شارع السيد عبد الرحمن. عندنا واحد الله يرحمه ويطراه بالخير، الأمين الطيب، أسسنا المحل سوا يعني سنة 89 يعني. في قبلنا كان في عمك أبو العباس، في حسن أبو النور، في مستشفى الخرطوم، ديل الناس سبقونا قبلنا يعني بالشغلة دي. والمستشفى كانت حية ولغاية ما أسس المستشفى مشت، لكن الأرزاق بيد الله الأمور ماشية يعني الحمد لله. والله سندوتشات فول طعمية دي الحالة اللي اشتهرنا بها يعني، لكن طبعا الزباين تاني بيجوا سمك شاورما يعني زول ينوي حبة حبة، لكن شغلتنا أصلا الفول والطعمية عشان المستشفى. المستشفى طبعا يعني مستشفى الخرطوم مستشفى عريق يعني، بيجيب الناس من كل أنحاء السودان يعني، في ناس بيجوا هنا وفي ناس بيقعدوا بشهور في المستشفى يعني. ففي مرضى، في مرافقين، في الممرضين، في الدكاترة، في كل يعني الناس اللي هنا حولك الحولي، بالإضافة للموظفين، ناس الشركات، المكاتب، البتاع. وفي الشغالة دي ما في زول عنده هواية دار ياكل فول، فيمشي يقولوا يا أخي والله الحتة دي فيها فول، في كم محل بتاع فول يعني. انا كم ما لقيت عنده بلقى عنده يعني. الحته اشتهر عمك ابو العباس لانه راي القديم سبقنا في الشغله دي، بعد عمك حسن ابو النور، بعد ذاك جينا نحن يعني. ما هنا نازل يعني الواحد ما ينكرهم يعني، لهم فضل ولهم باع يعني. الواحد اسمي مختار رميده، بدينا في 89، لينا 28 سنه في الموارد. السوق المباشره طوال 10 سنين والله، اللي بدا السوق الخاص، السوق السهل، الفول النظيفه والحاجات كلها نظافه. 28 سنة مرات خيرنا منها يعني، اليوم اللي انا شغالين صالح الحمد لله. بنقفل نحن لغاية ما الزلط ده خلاص يقيف يعني، الحركة تقيف، بعد ذاك نحن تعودنا ذاته، لأنه الواحد حتى كان مشيت، كان ما جات مواعيدك اللي بترقد فيها دي ما هنا يعني. عشان كده بنقعد أكبر مسافة يعني، بنتناوب في الشغل يعني، في كم موردية نشتغل من الصباح لغاية الساعة 2، في ناس بياخذوا ريست بيجوا قبل المغرب بيستلموا مننا، بعد ذاك هم بيجروا لغاية الساعة 1 الساعة 2 على حسب الحركة بتاعت الشارع يعني. طبعا المستشفى أصله 24 ساعة المستشفى، كان الحوادث والطوارئ والناس المرافقين وبتاع. الفول ده على حسب الإنتاج، في إنتاج كثير الفول بيكون متوفر، سعر الفول بيكون ثابت. الفول في شح في الإنتاج طبعا سعره بزيد، أنت بتقوم بتضرب على حسب شغلتك أنت يعني. يعني كان السندوتش ده لما بدأنا كان ب 25 قرش سنة 89، بعد شوية بقى 3 بجنيه، بعد شوية السندوتش بقى ب 500 يعني 2 بجنيه، بعد شوية يعني شغلة مشت حسيت ب 6 جنيه يعني. أنت على حسب المواد اللي بتجيبها، الفول، الزيت، الجبنة، البتاع، هسي في ارتفاع طبعا. الفول هسي الجديد ذاته طلع غالي يعني، شوال يعني قبل اسبوع كان ب 2,200,000 ومبارح جبناه ب 2,400,000 وهسه بيقولوا الانتاج السنه في حوض السليم صعب جدا، ما في يعني، حتى اغلب الفول حرق يعني او انتهى. ف ممكن يكون في زياده يعني، لكن ما عارفين حنعمل شنو اللي قدام دي شغلتنا. هل بنعرف الفول دي يعني؟ فيه كثير كثير، انا كم 20 سنه يعني انسم يعني. الزول عمل علاقات، عمل زباين، حتى كان ما في زول يعني يجي زول فلان وين فلان وين، احنا بقينا كتيم واحد يعني، بقينا العمال على صاحب المحل على البتاع. انا ذاتي شغال، انا ذاتي عامل يعني، ما قاعد افرق نفسي من هنا. اسمي حسام حسين عبيد نصر، جيت المحل سنه 2000 لحد ما تزوجت 2004 من المحل، ما شاء الله انجبت 9 اطفال وكاية ماشي كويس الله ما شاء الله، كلهم اخواننا واخواننا وكذا، كل واحده عمك زاد زي المحل العمال فينا نفسي واحد يعني. الله ما شاء الله زبائننا كلهم ما شاء الله يعني، ما في دكاتره كلهم عظام الدكاتره ممرضين يعني، زبائن راقيين كلهم، تعاملنا معهم ما شاء الله راقي، تعامل معهم الواحد عندهم تديه ما عنده تمشى معهم، يقول حاجه ناقص حاجه توديه، وما عنده ذات بقول لك ما عندي ديني تمشى معهم. ضعوا صار السنين زي ما بقول، وكلنا يعني جينا في المحل ده كنا ما متزوجين، العمال كانوا ما متزوجين، كلهم اتزوجوا وولدوا الحمد لله بفضل الله يعني. يعني في الحاجه القسمة لنا الله دي، كل دول مقتنع بشغلته يعني الحمد لله يعني.
ونزل الله يدينا العافية وطول لهم عمر. يعني بقينا أكثر من أخوان واحدين، أنا بقيت لهم أب يعني، كلنا يعني وأسرة واحدة يعني. الشغلة دي شغلة صعبة جدا بالمناسبة، يعني عشان أنت تقدر تقدم الحياة الكويسة بتاخد من زمنك كثير، يعني طول وقتك بتكون قاعد في المحل، يعني كان مركت اجتماعياتك خطفة سريعة كده وبتجي، لأنه طبعا هذول خلاص بقى مربوط بالشغلة دي، يعني بقى جارية في دمنا، يعني الواحد هسه ما بيقدر يفارقها، حتى كان عيان بتجي تشتغل يعني، أصلا ما في اثنين ثلاثة، يعني بتضغط على نفسك، المهم حاجة بقت كده ما عندنا حاجة غيرها. بعدين كما اشتغلت حساباتك ذاتها بتبوظ يعني، لأنه عليك مطالب ثانية، إيجارات محلية، ضرائب، زكاة، بتاع، كل ده صرف صحي، كل ده ما مربوط وراك، مرتبات عمال برضو يعني كله. لكن التوفيق من رب العالمين، الأمور ماشية الحمد لله.